جربتوا تعملوا الجلاش من غير بيض قبل كده؟ الناس اللي ما بتحبش الجلاش بالطريقة التقليدية بتاعته زي كده، بعد الفيديو ده هتدمنوا الجلاش، ولو بتحبوه بعد الطريقة دي هتحبوه أكتر من الطريقة التقليدية اللي فيها بيض، وهتعتمدوا الطريقة دي كمان، خصوصا إن الجلاش من الأكلات الأساسية في حياتنا وفي العزومات، والأطفال بيحبوه وبيفضلوه. إزاي نعمله بطعم أحلى ويكون خفيف في الأكل؟ اول حاجة هعملها حشو اللحمة المفرومة المعصجة. هجيب بصلتين كبار اقطعهم مكعبات صغيرة، وفي طاسة على النار هحط معلقة زيت ومكعب زبدة، مش عايزة احط دهون كتير عشان اللحمة لسه فيها دهون. اول ما الزبدة تدوب انزل بالبصل المكعبات، اشوح في البصل شوية، وبعدين احط عليه ربع معلقة صغيرة سكر، معلقة صغيرة فلفل اسود، وورق لوري، اقلبهم مع البصل، بيدوا ريحة حلوة قوي مع البصل. اول ما البصل يدبل انزل بفص ثوم واحد مفروم، عشان عايز ياخد طعم وريحة الثوم من غير ما يضغى على طعم البصل. اول ما تطلع ريحة الثوم اركنهم في جنب من الطاسة، وانزل بنص كيلو لحمة مفرومة، اصدمها على نار عالية على ارضية الطاسة وهي سخنة جدا عشان اسمع الصوت ده. هسيبها الاول مش هقلبها عشان تاخد الصدمة كويس وما تخرجش ميتها، وتفضل محتفظة بالعصارة الداخلية بتاعتها. خلاص خدت الصدمة، هبدأ اكسر فيها كده وافردها عشان تاخد لون من تحت الاول، وبعدين اقلبها عشان تاخد لون من كل الجاي. بعد ما تاخد لون واحد كلها هقلبها مع البصل والثوم، ياخدوا بقى من طعم بعض ويمتزجوا مع بعض كويس. دلوقتي بعد ما كلها خدت اللون البني اقدر احط الملح، مش هقلق خلاص ان هي تنزل ميتها، هي اتصدمت وقفلت على العصارة بتاعتها تمام. هحط الملح حوالي معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة 7 بهارات، ونص معلقة صغيرة قرفة. هقلب التوابل مع اللحمة كويس وريحتهم الحلوة دي تطلع. هبص على أرضية الطاسة مش هلاقي أي سوائل خالص نزلت من اللحمة، اللحمة محتفظة بعصارتها وطعمها ومش هتنشف مني، وده ليه؟ عشان خدت تسوية مظبوطة واتصدمت كويس على نار عالية. هزود عليها حبيتين طماطم متقشرين ومبشورين، أقلبهم مع اللحمة وهدي النار عليهم واسيبهم معاها حوالي 5 دقايق. بعد ال5 دقايق هحط عليهم فلفل احمر واخضر متقطعين مكعبات صغيرة، والحقيقة ان الفلفل مع الصاج اللحمة المفرومة بيدي طعم وريحة حلوين قوي، ده غير انه بيزود القيمة الغذائية بتاعتها، حتى بيدي الحشوة كده الوان مبهجة، يعني بيديها شكل وطعم ولون. اقلبهم معاها حوالي 2 دقايق، انا عايزاه مصحصح مش عايزاه مستوي على الاخر، وكده الحشوة خلاص هتكون خلصت وبقت جاهزة معايا للحشو. أشيلها من على النار واسيبها تبرد. أجهز المكونات اللي هورق بيها الجلاش. هحتاج 3/4 كوباية لبن، 2 معلقة كبيرة قشطة، نص كوباية زبدة دايبة، 2 معلقة كبار زيت، 3 قطع من الجبنة المثلثات، وممكن تبقى جبنة مربعات أو جبنة كريمي على حسب المتوفر، نص معلقة صغيرة ملح، 2 معلقة صغيرة بيكنج باودر، 2 معلقة صغيرة فلفل اسود او ابيض، ورشة سكر. هحط المكونات كلها على بعض ما عدا الزبدة والزيت، دول عايزاهم لوحدهم. هضربهم بالهاند بلندر او الخلاط، او ممكن ادوبهم على نار هادية الاول وبعدين احط عليهم البيكنج باودر. ضربتهم بالهاند بلندر بيبقى شكلها كده، هنلاحظ ان في رغوة او فوران كده، ده من البيكنج باودر اللي بيخلي الجلاش هش خالص كده ومورق ومش مكتوم. هحط الزبدة والزيت على بعض واقلبهم كويس عشان اورق بيهم الجلاش. ممكن نستخدم سمنة وزيت بدل الزبدة، بس انا استخدمت زبدة عشان بتبقى اخف وبتخلي الجلاش طري من جوه ومقرمش من بره. انا كمان ممكن احطهم على باقي المكونات اللي هدهن بيها، بس انا خليتهم لوحدهم عشان اتحكم في كمية الدهون اللي في الجلاش واستخدم كمية قليلة في التوريق. هجيب لفة الجلاش، لو هستخدم قالب مربع احطه فوق الجلاش واسيب مسافة من عند الاطراف
عشان أقفل على الحشوة جواها وأقطع الأجزاء الزيت. لو هستخدم قالب مدور هقسم الجلاش نصين، النص اللي فوق هاخده وأحط عليه القالب بتاعي وأقطع على قد القالب بالظبط وأشيل الزيادة، وبعدين أخد النص التاني اللي من تحت أطبقه مربع وأجي على ظهر القالب وأعمله زي قرطاس، وأقيس من عند نص القالب وأسيب الأطراف طويلة شوية عشان تقفل على الحشوة بتاعتي جواها، وأقص الزيادة. المهم إن نغطي الجلاش بفوطة مطبخ نظيفة عشان ما يتعرضش للهواء وينشف. هجيب القالب وادهنه من تحت ومن الجناب بالزبدة والزيت، واحط اول طبقة من الجلاش وادهنها دهنة خفيفة بالزبدة والزيت، ما نكترش عشان يبقى مورق وفي نفس الوقت خفيف، ونهتم بدهن الجناب وبعدين ندهن بخليط الدهن كمان. الجناب والاطراف لازم ندهنها عشان لما تستوي ما تنشفش او تتكسر مننا او حتى تتحرق، واحط طبقة تانية افردها واسكن الحروف كويس واكرر معاها نفس الخطوات اللي فاتت بالظبط، واكرر الخطوات لحد ما اخلص النص الاولاني كله من الورق. الورق اللي هحط عليها الحشو مش هدهنها، هكتفي بس باللحمة والدهون اللي فيها. افرد الحشو كويس عشان يبقى كله سوا واحد، وهدهن الحروف بس بالزبدة والزيت وخليط الدهن. هحط فوق اللحمة شوية جبنة موتزاريلا بقى كده واروقها، هي بتدي طعم حلو وبتمسك الحشوة في بعض جوه الجلاش، ودي طبعا اختياري يعني، ممكن نتغاضى عنها لو مش عايزين جبنة او لو مش متوفرة، وحط فوقها جزء من خليط الدهن عشان تاخد من نفس الطعم. والطبقة اللي هحطها فوق الحشو مش هدهنها زبدة، هدهنها بس بخليط الدهن اللي معايا، يعني ما دهنتش الطبقتين اللي فوق الحشو واللي تحت الحشو بس، واكمل باقي الطبقات بنفس الخطوات لحد ما اوصل للطبقة الأخيرة. هقطع الحروف الزيادة اللي في الجناب واضغط عليها واسكنها كويس، وأقطع الجلاش التقطيع الأولى، وبعدين أدهن الوش بالزبدة والزيت وباقي خليط الدهن، ولو حسيت إنه تقل مني شوية أخففه بمعلقتين لبن، وأمسح أطراف القالب من أي بواقي عشان لما تدخل الفرن ما تتحرقش وتدي شكل مش حلو. ودي نص كوباية الزبدة اللي كنت بورق بيها، ما استخدمتهاش كلها واتبقى منها لأن كنت بورق بمسحة خفيفة خالص عشان يبقى الجلاش خفيف وهش وما يبقاش تقيل ومليان دهون، عشان كده ما حطيتهمش على خليط الدهن عشان اتحكم انا في كمية الدهون اللي بستخدمها. انا عملت كمان في قالب مدور بنفس الخطوات بالظبط اللي عملتها قبل كده. للتسوية بقى هدخله فرن يكون سخن قبلها بربع ساعة على درجة حرارة من 180 ل 200 حسب شدة الفرن بتاعنا، لحد ما يبقى لونه ذهبي من تحت، بياخد حوالي 25 دقيقة، وبعدين افتح الشواية ياخد لون ذهبي من فوق. الجلاش بعد ما يستوي ويخرج من الفرن وياخد اللون الذهبي الرهيب ده هعيد على التقطيع بتاعه تاني، ما شاء الله عليه شكله تحفة ويفتح النفس، شكله مغري قوي للأكل. هو بيبقى مقرمش وهش من بره وطري من جوه، ولو قلبناه الناحية التانية هلاقيه واخد القرمشة واللون الذهبي كمان. الحشوة بقى مقفول عليها خالص من الجناب بسبب الأطراف اللي عملناها للجلاش في الطبقات اللي من تحت. الجلاش هش قوي مورق جدا، الطبقات باينة معانا خالص قد ايه حلو ولذيذ وخفيف، عشان استخدمت زبدة ومحطتش كمية دهون كتير في التوريق، وكمان من غير بيض خالص. بس اللي حابب يضيف بيض ممكن يضيف بيضة على نفس الخليط ده ويسقي بالجلاش. وصفة بسيطة بس حلوة قوي، هتخلي اللي ما بيحبش الجلاش يحبه. نعمله في قالب مربع او قالب مدور مفيش مشكلة، المهم النتيجة، مش هتندموا عليها خالص ان شاء الله. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا اللايك وشير وسبسكرايب للقناة، والمقادير هتلاقوها مكتوبة في صندوق الوصف. بألف هنا يا رب، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.